فده موسم من احنا فيه الكثير جدا من غناء البل. فزين البل قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه. نبدأ لك من عندنا أي وين ما تشوف زوال بتفر له سامي عضانك أي. من جبد المريدة تحزقا وردانك يا فروج غيب كاج الفرق كيعانك عشية ما بيهن عند الوضع وخام ميدانك. يا سلام أي عدنا يا الحدوب للضل عتامير شيش مغيت المتن يا تدري المغادر العيش قوينتك في الحصال طبيعية ميه الريش ظهرك طوف ولمسك للأرض نقيش. السلام السلام يا عندك برضو ذكرتني والسميري هناك أي قفاك أحفافته زي لفاحة القروب شقاك يا بنجرة من درب الرواح أدروب يا هجام فريق الجل بيقول أن دوب كثير المثل قلبه مش اللي عومه خروب. يا سلام البردم سنازل يا بهيش انقاطر وين اللصفة من برق الظلامات فاطره أي. الحرتيه لا عند المحازم ساتر أنا هالكني يتيب السريق بمخاطر والله أنا هالكني يتيب السريق بمخاطر يتيب السريق بمخاطر. شوف سبحان الله أصل الناس الكبار دول الغنى غير غناهم ما بيدوك شيء أي. غير غنى 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 يبلهم ليه أي. الغنى غنى الغزال ما 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 مرقوا ليك بيثاء لصف كل فوق حكي لي جدا علي وضي يا ربنا يتقبلوا القبول الحسن ان شاء الله. نحن والليدات قال لي جدا عثمان الدبيد قال لي انه ناقه جايبها حاشي وعجبها وعجب شديد مسميها الخديره. ايوه والليدات 11 سنه 12 سنه بالعدل ومبتلين في الغنى ده ابتلاء شديد. قال لي قال لي انا غنيت فوق الخديره دي وبدورك تغني معي. ايوه قال لي قلت شنو قال لي قلت طالبك ربي تتلطف على الخلديره تبقى كبيره ليه ما قضعت معادي الحيره. يا سلام تفك الدرب هناك تدي البلاريب ديره تهاجم بي فريق عرب ودا سرير هو زول لا داير الناقه دي الحاشيه دي بعد ما تبقى تب على شديد يكون اصبح تبقى كبيره ليه ما قضعت معادي الحيره اول حاجه قضاها غرضه يكون اصبح بيهاجم بعد الثلاثه الله ما شاء الله تبارك الله. قال لي بقول له شديت العصر وتشمرت فرنيه وجابت في الحسال ما ادتني في وضريب. اي. علي نشغت فطيمه ودرت الدريبه طوت الفنحه واستادات رجال الهبه. شوف في الغنى غنى قلبي لا نازل ناس نشوا عليه الحاجه دي. اتخيل نازل لما يصلوا مرحله انهم يكونوا سويين بعد ذاك بيسووا شنو؟ ما هو شوف انت عارف الغنوه ذاتها يعني في غنى قلبي بتتقسم لك يا بدوها ربع تقريبا ربع بدوه المحبوبة ربع بدو المكان ربع بدو البعير ربع ده بدو الطبيعة بدوه المهم بس ما ابتخل من الأربع حاجات دي وصف البعير وصف المكان وصف الطبيعة عندك كرار وحمد وبشارة له الرحمة بريبة العقيد بالبطايا اللفة من ساساقة فروج النعامة حفة أفرق يديك وبدي اداب وخد لك رفه شمسك وركت عن هكي يا جنفه برضه بقول له كرار بيرتك جايبه تفريخه وملانه طايله. يا سلام ورقابك نقاسمك سيتكلم ما بطايله تتقهنب على البن خاف وحيلك شايلك مع الجديان هناك طرف المحيره مقايله انت تتقهنب تتقهنب على البن خاف تتقهنب دي زي علي وخيط ضد الضوء عليهم رحمه الله كلهم العاصي البشيد وما تخارب طوله. ايوه يزمك رز علان وما بيعلو يزمك يزمك يعني. عليه بلد الظريف المشرس منطوق وبكره نعيشنا مشوارا بتعب وفضوق. يا سلام قبيل قلت لك الحاشيه اللي بغني فوق دنا عثمان ود الفقه حمد يا ريح صرصر يا سلام الطالق هجير حصارك يا نسل الحرار انا سرجي رايح وارق. شو الصور ده يا نسل الحرار انا سرجي رايح وارق هاي جناح قلعاد قيلي ديل جدك بيجيهن عارق ويدي البسطه فيه لو بيصبح بارك ما شاء الله شوف عليك الله شوف شوف عليك الله شوف شوف الحراره ذاته وشوف التاصيل
قلعات قيلي ديل جدك بيجيهن جدك بيجيهن عارك هاي نودي البسطة في ليل ويصبح بارك. بعدين أهل بيميزوهم ميز شديد بنسلوهم من نلبي الأصيلات، يعني مثلا قروحتك مي دشر سيدك بيقول كذبان، قروحتك مي دشر سيدك بيقول ظنيتها، سكت أمك وراي ليش يا عبيد وديتها، بعد ما حجر عندك لاشة زايدة كتيتة بتقارش الأولاد لا مستطيع في بيتها. يعني هي شغلتي انت مرة عين عين بكرة الراجل اللي ناقة ابراهيم وعلي سليمان ربنا يرحمه برضه ظهرت كرسي بارد يعني عام الناجعة ثرجت ثوم غانات القمار السايعة هجيم الرخة فين مثل الظلم الهايعة لهطك يا جناح شقاوته جاتك رايعة. وهناك برضه الأصالة عين شيخ عبد الله في ليه أمك حسن قنديل محرر وساعي نظرة سهيت تشويش من دخلت الراعي أبوك تورى الوحيش البرق وشال هجاي يد الناي بعيد الأنس خارب أطباعي. السلام شوف يعني ذات التسلسل في الغنوة دي أصالة أصالة ما بعد أصالة من أمه ليه أمك حسن قنديل محرر وساعي نظرة سهيت تشويش من دخلت الراعي أبوك تورى الوحيش البرق وشال هجاي يد الناي بعيد الأنس خارب أطباعي. أبوك فارط الجري السلام الوخر مع الكو أيه بتسمع السموع صدرك مقاس الهو أهلا على الصديال بيلعب في حشاحة بتوها مت الغرب كضمح السل بيسوي شلو أهلا ود الخاوية قال أمه الخاوية ماخذ الزينة في الميدان أبو الرماش وجد من أبوه الجار رحم الله الشاعر ود الخاوية رحمه وجمعنا الله وإياكم في خير وفي فال سمح ورمضانكم مبارك